بجد. طب قبل ما نبتدي اكلتنا النهارده اللي احنا عندنا ثلاث حاجات حلوين جدا احلى من بعض حقيقي، عندنا سؤال بتاع حلقتنا النهارده، والسؤال بيقول من اول نبي ركب الخيل؟ من اول نبي ركب الخيل؟ هل هو سيدنا ابراهيم، سيدنا اسماعيل، ولا سيدنا اسحاق؟ من هو اول نبي ركب الخيل؟ هل هو ابراهيم، اسماعيل، ام سيدنا اسحاق؟ وحظ سعيد لكل اللي بيتفرجوا علينا، بعمل اللي عليا وبقى ايه بقى كله عارف كده. المهم محمول بتاعنا 17، تقدر تبعت المسج على 1725 والاس ام اس برضه 1725. لو حابين تكلموا على الارضي 0900 97 25، ده سؤالنا النهارده.